هي الزوجة الأولى والقرينة الرئيسية للإمبراطور المغولي جلال الدين أكبر، وهي أيضا الإمبراطورة المغولية الأطول بقاء في منصبها، حيث لقبت بإمبراطورة الهند لما يقرب من 50 عاما. ورغم عن أنها لم تنجب أولادا، إلا أنها كانت خير داعم لذرية زوجها. عن السلطانة رقية بيغم نتحدث وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارت الثقافة. لكن قبل أن نواصل عزيز المتابع، من فضلك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به والاشتراك في قناتنا وترك تعليق فيه رأيك أو اقتراحك. ندعوك أيضا إلى زيارة موقعنا الجديد manartfirdaus.com، والذي ستجدون فيه الكثير من المقالات القيمة، وسنترك لكم رابطه أسفل هذا التقرير. عاشت السلطانة رقية بيغم ما بين 1542 و1626، أي أنها عاشت 85 عاما. ولقد كانت رقية أميرة مغولية بالولادة، كما أنها كانت ابنة عم زوجها، فوالدها هو هندال ميرزا الأخ الأصغر لوالد أكبر وهو هميون. ولقد تم خطبة أكبر على رقية وهي في سن 9، ليتم زواجهما وهي في 14 من عمرها. ورغم أن هذا الزواج لم يثمر عن وجود أطفال، إلا أن مكانة رقية كانت محفوظة لدى زوجها. وفي مرحلة لاحقة قامت رقية بتربية وتبني حفيد أكبر المفضل وهو خورم، الذي سيصبح فيما بعد الإمبراطور المستقبلي شاه جيهان. وبصفتها زوجة الإمبراطور تمتعت بنفوذ كبير ولعبت دورا حاسما في التفاوض على تسوية بين زوجها وابن زوجها جيهان كير، وذلك على إثر الخلاف الذي توترت جراءه علاقة الأب وابنه. وحقيقة فلقد ساعد تدخل رقية بيغم في تسوية العلاقة نوعا ما، مما مهد الطريق لاعتلاء جيهان كير عرش المغول. وتماما كزوجها جلال الدين أكبر، فلقد كانت رقية من نسل تيمور لينك الكبير، وذلك من خلال ابنه ميران شاه. ويقال بأن رقية بيغم سميت على اسم ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رقية بنت محمد. كما أن أباها هندال ميرزا قد توفي وهو يقاتل من أجل والدي جلال الدين أكبر وهو الإمبراطور هميون، فيقال بأنه بدافع المودة لذكرى شقيقه خطب هميون ابنة هندال البالغة 9 سنوات لابنه أكبر، ولقد تمت خطبتهما في كابول في أفغانستان. وما إن تزوج الزوجين الصغيرين حتى أهداهما الإمبراطور هميون كل الثروة والجيش وأتباع هندال، أي أنهما ورثا أيضا كل قوة ثروة والد رقية. وربما هذا ما يفسر نفوذها الكبير في فترة حكم زوجها، حيث أنها كانت أقوى نسائه. وكما أسلفنا فإن رقية لم تنجب أولادا من زوجها، وذلك ما جعلها تتبنى الأمير خورم بأمر من السلطان. ويروى بأنه قبل ولادة هذا الأمير بقليل، تنبأ عراف لرقية السلطان بيغم بأن الطفل الذي لم يولد بعد كان متجها إلى العظمة الإمبراطورية. فلما ولد خورم سنة 1592 وكان عمره 6 أيام فقط، أمر جلال الدين أكبر بأخذ الأمير بعيدا عن والدته وتسليمه إلى رقية حتى يكبر تحت رعايتها، وذلك طبعا لثقته الكاملة في ابنة عمه الأميرة. وبما أن السلطانة رقية كانت متعلمة جدا، فلقد كانت خير راع للأمير الصغير. كما أن جلال الدين أكبر أحب خورم كثيرا، وعلى حد تعبير ابنه جيهان كير فلقد ذكر بأن والده أكبر أوصى دائما بخورم، وكان كثيرا ما يخبره بأنه طفله الحقيقي. وهكذا فإن رقية بيغم ظلت رفيقة زوجها الوحيدة والحقيقية منذ زواجهما سنة 1557 وحتى وفاته سنة 1605. وبالتالي فلقد كانت هذه المرأة أكبر سيدة في الحريم الإمبراطوري وفي البلاد في عهد زوجها، وكذلك في عهد خليفته جيهان كير. وطبعا فإن ذلك يرجع إلى نسبها المرتفع، كونها ابنة هندال ميرزا، وكونها أميرة مغولية، بالإضافة إلى كونها زوجة أكبر. وفي سنة 1626 توفيت رقية، وذلك قبل سنة واحدة فقط من اعتلاء ابنها بالتبني العرش وهو شاه جيهان، الذي أمر ببناء قبر مهيب لها، حيث أنها دفنت في الطابق الخامس من حدائق بابور، وهي المثوى الأخير لجدها الإمبراطور بابور وكذلك والدها هندال ميرزا. ومن تاريخ وفاتها نلاحظ بأنها عاشت بعد زوجها أكثر من 20 عاما، كما أنها ذكرت في مذكرات الإمبراطور جيهان كير ابن زوجها، حيث أنه تحدث عنها بحب واعتزاز كبيرين.
وذلك مما لا شك فيه لأنها لعبت دورا كبيرا في المصالحة بينه وبين والده في الوقت الذي غابت فيه أمه الحقيقية جودة أكبر. أعزائي، هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.